تعالوا بقى نبتدي احنا وكل حضراتكم مجموعه الاخبار اللي احنا جاهزين لكم بيها. الخبر الاول متعلق بمباراه اليوم ما بين النادي الاهلي والجونه. النهارده ان شاء الله هيواجه الاهلي فريق الجونه ضمن مسابقه الدوري، واعلن السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق قائمه المباراه، وجاءت القائمه كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، ايمن اشرف، اليو ديانج، عمرو السوليه، اليو باجي، محمد مجدي قفشه، علي معلول، احمد الشيخ، محمود وحيد، احمد فتحي، جونيور اجاييه، جيرالدو، محمد شكري، عربي بدر، ومحمد فخري. قائمة محترمة، بالتوفيق إن شاء الله في الماتش. كلنا كجمهور أهلي أكيد بنساند الفريق بتاعنا بالتوفيق. وكمان خلي بالك يعني الجونة فريق برضو قوي، يعني مباراة النهاردة مهمة جدا للفريق وللجماهير. خلينا نقول من الجانب كمان المعنوي، جمهور الأهلاوي دايما بيبقى عايز يشوف أداء قوي من لعيبة. كمان احنا متعودين على الفوز، والهدف الأخير كمان هو الحفاظ على لقب الدوري، هو ده الأساس اللي احنا دلوقتي مفروض بنركز عليه. فكل التوفيق للاعبين إن شاء الله. وزي ما قلنا امبارح تاريخ مواجهات الفريقين كان 14 مباراة بين الأهلي والجونة، 9 فاز فيهم الأهلي وفوز وحيد كان للجونة، و4 ماتشات كان في بينهم تعادل. على كل حال هو فريق قوي طبعا الجونة، وأثبت نفسه زي ما كنا بنقول منذ صعوده لدوري الأبطال. فبالتوفيق إن شاء الله، عايزين نشوف ماتش حلو، وعايزين نشوف فوز حلو كمان لفريقنا إن شاء الله. تعالوا بقى نروح